بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ دي تعليمات الخاصة بالامتحان العملي في مادة Introduction to Computer Science بالنسبة لقسم Software. طبعا الامتحان هيكون يوم الأحد بإذن الله من الساعة 9 للساعة 10، مدة الامتحان ساعة وهيكون MCQ. طبعا الامتحان هيكون على مايكروسوفت تيمز، هتخش على التيمز الخاص بالمادة بتاعتنا، هتلاقي هنا تشانل اسمها Practical Exam، هيكون الامتحان موجود هنا على تيمز نفسه. تمام، طبعا عشان طبعا ده مش وقت الامتحان، فانا عملت اكزامبل على قناة على تشانل تانية او تيمز تاني، في اكزامبل اللي هتشوفه يوم الامتحان هتلاقي، فالامتحان هيكون بالشكل ده. هتلاقي هنا على تشانل اسمها براكتيكال اكزام، هيجي لك يا اما الامتحان هيكون ظاهر لك على طول، او ممكن يظهر لك اللينك فتدوس على اللينك هيظهر لك برضو في نفس الصفحة. طبعا لازم، والامتحان عبارة عن MCQ، لازم تكتب اسمك هنا كامل رباعي وبالعربي، اهم حاجة لازم بالعربي، وهتكتب الاي دي بتاعك. طبعا ده مش الامتحان، دي اكزامبل عليه. هيجي لك الامتحان بالشكل ده، هيجي هما حوالي 20 سؤال، كل سؤال عليه نص درجة. هيجي لك السؤال مثلا هنا بيقول لك البرنامج ده ايه الاوتبوت اللي هيطلع من البروجرام ده ايه. طبعا انت معاك الكود بلوكس، عاوز تلحق لو انت سريع في كتابة الكود تلحق تكتب الكود على طول على الكود بلوكس، وتحاول تشوف الرن هيطلع ايه وتختار الاختيار الاجابة الصحيحة، مفيش مشكلة، براحتك، انت معاك الساعة تعمل فيها اللي انت عاوزه. طبعا دي ايمج مش هتعرف تاخدها كوبي بيست، فانت لو سريع في الكتابة هتقدر، ولو انت فعلا كنت شغال عملي وبتكتب كود وبتذاكر مع نفسك فالموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل في كتابة الكود، لكن لو هتيجي تكتب بقى كود لأول مرة النهاردة فالموضوع بالنسبة لك هيبقى صعب شوية. طبعا هو حوالي 20 سؤال بنفس النمط ده، على الفانكشن وعلى اللوبس وعلى الوايل لوب وعلى الاف كونديشنز. بعد ما تخلص ال20 سؤال في الآخر هتختار تعمل اللي انت سيند مي، هتختار اللي انت تبعت لنفسك ايميل بالريسبونس بتاعك ده زيادة التأكيد، وتدوس سبميت. عملت كده يبقى كده انت تمام. خلي بالك انت ما تقدرش تعيد الامتحان تاني، هو انت تقدر تعمل ريسبونس مرة واحدة بس للإجابات، فمش هتقدر تخش تجاوب تاني على الامتحان، فانت لازم تتأكد ان دي هي دي اجابتك النهائية وتدوس سبميت. حبيت تخش تاني مش هتعرف. واهم حاجة، اهم حاجة ما تخليش الوقت يسرقك، لان الامتحان من 9 ل 10، لازم قبل الساعة 10، يعني الساعة 9:59 لازم تكون عامل سبميت. لو جيت 10 ودقيقة دوست سبميت هيقولك ان الفورم كلوزد وما بتبقاش تقبل مش بتقبل ريسبونس منك. يبقى تاني دي اهم حاجه اللي ممكن تحصل تعمل لكم مشكله، كانك كده ما امتحنتش في الاخر وهتضيع عليك درجات الامتحان. الامتحان مدته من 9 ل 10، فانت لازم قبل الساعه 10 يعني 9:59 تكون عملت سبميت. 10 وثانيه طبعا الفورم هتقفل لوحديها كلوزد، فانت 10 وثانيه جيت تعمل سبميت مش هيقبل منك الريسبونس، لان هي تايم، هو اوتوماتيك على طول هيقفل الفورم، هتقفل على طول اوتوماتيك. فانت لازم قبل الساعة 10 يعني 9، بأكد تاني مرة عشان واحد هيجي يقول لي ده انا خلاص ده انا ما خدتش بالي والساعة بقت 10 وخلاص 10 وثانية، مش هي اوتوماتيك، مش هقدر اعمل لك حاجة ومش هقدر اساعدك، فهيضيع عليك الامتحان وهيضيع عليك ال10 درجات. وتاني تاني انت هي انت ليك احتمال واحد، ما تروحش تقول انا هجرب كده اعمل سبميت واشوف ايه اللي هيحصل، فتلاقي الايه اعمل سبميت مثلا بعد تيجي تعمل سبميت وتجرب تشوف ايه اللي هيحصل. لا خلي بالك انت تقدر تعمل سبميت واحده بس، لو عملت سبميت وجيت تخش على الامتحان هيقول لك انت ما تقدرش تخش على الامتحان. فدي اهم نقطتين انا باكد عليهم كذا مره. تمام، فتعالوا نشوف مثال. لو انت عملت سبميت وحاولت تعمل سبميت تاني شوف ايه اللي هيحصل لك، هتخش على براكتيكال اكزام، هتحاول تخش على الامتحان تاني هيقول لك خلي بالك انت اوريدي عملت سبميت قبل كده فمش هتقدر تعمل تاني. تمام،
طيب لو الوقت كان عدى هيطلع لك خلاص يقول لك الفورم از ايه از كلوزد. تعال نشوف مثال، لو حصل ان الوقت بتاعك عدى عن الساعة 10 ايه اللي هيحصل؟ لما تيجي تعمل سبميت هيقول لك لا ده خلاص ده الفورم ما بقتش تقبل، تقبل ايه ريسبونس. تعال نشوف لو برضو ايه اللي هيحصل تاني. بأكد لو انت الامتحان من 9 ل 10 الفورم جوجل هيقفل الفورم على طول الساعة 10، 10 وثانية مش هتعرف تعمل سبميت. يعني مثال ده كده الوقت خلاص الوقت عدى، عدى الساعة 10 بحاول اعمل هاجي اعمل سبميت هيقول لي ايه ذا فورم از كلوز، ذا فورم از ايه از كلوز. فتاني نخلي بالنا يبقى نعمل سبميت قبل الساعة 10، يعني 9:59 نكون انت دايس على السبميت. وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم الترم الجاي في مادة تانية.